فيلم العفاريت بتاع مديحة كامل وعمرو دياب ونعيمة الصغير اللي كان اسمها الكتعة فيه، مين يصدق ان بعد 33 سنة احداث الفيلم دي تتكرر على ارض الواقع؟ الكلام اللي هتسمعوه في حلقة النهاردة مختلف تماما عن اي حلقة شفتوها قبل كده، وحلقة مثيرة جدا وكأنكم بتشوفوا فيلم سينمائي جديد. تعالوا مع بعض نعرف ايه الحكاية المثيرة دي. البداية كانت سنة 1992 في أحد الليالي الممطرة في العريش. كانت أسرة صغيرة مكونة من أب وأم وثلاث أولاد، إسلام 11 سنة وهشام 8 سنين ومحمد سنتين. فجأة بيلاقوا المباحث بتخبط عليهم وبتقبض عليهم كلهم وبتاخدهم على القسم. وهناك إيه السبب وجودنا هنا؟ انتوا خاطفين الطفل الصغير اللي هو اسمه محمد. وفعلا والدته جت اتعرفت عليه، وطبعا ما كانش اسمه محمد. مش دي بس الصدمة الوحيدة، لا ده كمان هشام واسلام مش اخوات، والاب والام دول مش ابوهم وامهم الحقيقيين، هما كمان مخطوفين. طب ايه قصة خطفهم وازاي اتخطفوا؟ تعالوا اقول لكم. عزيزة الام كانت عايشة في اسكندرية مع جوزها وما كانتش بتخلف، والناس وجيرانها بدأوا يعيروها. عشان كده جات لها فكرة ان هي تخطف طفل، يعني بدل ما تتبنى طفل بطريقة طبيعية وشرعية، لا قررت ان هي تخطف طفل وتحرم الامهات اللي بيعيروها ان هي ما بتخلفش. وفعلا عرضت الفكرة على جوزها وعلى اختها والاتنين وافقوا. عشان كده في يوم من الايام، بعد طبعا ما هي كانت بتحط هدوم عشان تخلي بطنها منتفخ عشان تبين للناس ان هي حامل، جوهم في يوم بقى خلاص بعد 9 شهور يلفوا على المستشفيات عشان تخطف لها طفل. وطبعا ما كانش بيعجبها اي حد، لكن في مستشفى الشطبي حسب كلامها القدر خدمها، لقت ست جميلة بيضة وشعرها اصفر وكانت لسه والدة تقريبا من حوالي يومين، والست كان باين عليها التعب ومعهاش اي حد من اهل جوزها، وقالت ان جوزها اصلا محبوس. عشان كده الولد عجبها وقررت ان هي تخطفه. فجأة فضلت تزعق ازاي انتوا سايبين الست دي وهي تعبانة كده، فالدكاترة خدوا الست لجوه وهي خدت الطفل وفص ملح وداب ورجعت بيتها وقعدت تصوت طول الليل على اساس ان هي بتولد. وتاني يوم الصبح الناس اتفاجئت ان هي ولدت، كان اول طفل ليها هو اسلام، وطلعت له شهادة ميلاد. وبعد 3 سنين الناس رجعت تعايرها تاني بقلة الخلفة، عشان كده قررت ان هي تخطف طفل تاني اللي هو كان هشام. وفعلا نفس القصة، خدت جوزها واختها وطلعوا على مستشفى الشطبي، وهناك قابلت واحدة ست كانت ساعتها مخلفة توأم. هي كانت هتاخد الاتنين بس الست صعبت عليها فقالت تسيب لها واحد وتاخد واحد، وفعلا خطفت هشام وطلعت له شهادة ميلاد. بعد كده جوزها قال لها ان هم عايزين يرجعوا العريش عشان محدش يكتشف امرهم، وكمان عشان يعيشوا مع اهله هناك. وفعلا خدت جوزها والولدين وراحت هناك، وبعد حوالي 7 سنين ما بتخلفش تاني، واهل جوزها بيحبوا الولاد. عشان كده قررت ان هي تكرر العملية تاني وتخطف طفل اللي هو كان الولد الصغير واللي هو كان سبب في القبض عليهم. وقتها اتحبسوا هما التلاتة، عزيزة واختها وجوزها، بتهمة خطف الاطفال. الولد الصغير اتسلم لاهله في لحظتها لانه كان لسه مخطوف وكان معمول محضر باختطافه، وهشام قدروا فعلا يوصلوا لاهله. جينا بقى عند المشكلة الاساسية، اسلام. اسلام عزيزة رفضت تماما تقول مين اهله، وفضل حوالي سنة ما بين مكتب رئيس المباحث وما بين ان المدرس بتاعه في المدرسة اتبناه لمدة 6 شهور، وعمدة القرية اتبناه هو كمان 6 شهور. طبعا كل الناس عرفت حكاية اسلام وقالوا ما ينفعش يكون موجود في الاسم وهو لسه طفل صغير، فطلعوا قرار ان هو يروح دار رعاية. وقبل ما ينفذوا القرار جت اسرة من المنوفية وقالت ده ابننا. ساعتها قالوا العزيزة الناس دول اهله؟ قالت لهم ايوة دول اهله. وفعلا اسلام اتسلم للناس دي لشخص اسمه جمعة من المنوفية وتحديدا مركز اشمون، وطلع له شهادة ميلاد جديدة باسم الاب الجديد، بقى اسمه اسلام جمعة. وفضل عايش معاهم، كان اول 3 سنين بيعاملوه كويس، بس بعد كده بدأوا يعاملوه وحش. اسلام ما كانش واخد في دماغه اي حاجة، اهله خايفين عليه وبيربوه، لحد ما كبر خلص تعليم تقريبا، حصل على دبلوم صناعة واتجوز. لكن بعد ما اتجوز حصلت مشاكل وخلافات كتيرة جدا، عشان كده وكان ساعتها خلف بنت وسماها ملك، ومراته سابت البيت بسبب الخلافات ورفعت عليه قضية طلاق وكذبتها واتطلقت منه وخدت البنت ومشيت.
بعد كده اسلام قرر ان هو يتجوز تاني ويرجع يعيش وسط اهله، لكن لما اتجوز برضو الخلافات لسه ما زالت زي ما هي. وقتها اسلام شك وقال استحالة يكونوا دول اهلي، وقرر ان هو يعمل تحليل الدي ان ايه. الكلام ده كان في رمضان 2015، وفعلا لما عمل تحليل الدي ان ايه طلعوا مش اهله، ودي كانت الصدمة الكبرى. وفي الوقت اللي اسلام ما كانش عارف يعمل فيه ايه، ساعتها مراته اقترحت عليه ان هم يروحوا يعيشوا عند اهلها في طوخ في محافظة القليوبية، وكان ساعتها معاه ولدين يوسف وعبد الرحمن. وفي الوقت ده والده قرر ان هو، او مش والده، الشخص اللي هو فضل عايش معاهم 22 سنة، قرر ان هو يرفع انكار نسب وشال اسمه من السجلات تماما، يعني بقى اسلام جمعة شخص مش موجود في الوجود، وشهادات ميلاد ولاده التلاتة اللي متقيدين باسلام جمعة الاب والجد اصلا ملهوش اي وجود في الحياة. وقتها اسلام قرر ان هو يدور على عزيزة، لانه هو عرف ان هي خلاص قضت العقوبة، كانت واخدة وقتها 7 سنين بتهمة خطف الاطفال، وفعلا كان حافظ اسمها بالكامل لحد ما وصل لعنوانها في محافظة الاسكندرية وراح لها هناك. واول ما فتحت له الباب هي عرفته رغم ان السنين كتير جدا، واول ما دخل قالت له تعالى ادخل وما تتكلمش ولا كلمة. قال لها جمعة طلع مش والدي. قالت له ما انا عارفة ان هو مش ابوك. قال لها طب كدبتي علينا ليه؟ طب مين اهلي؟ قالت له انت ابني، انت اللي شلتك في بطني 9 شهور يا ست، انت ما بتخلفيش اصلا. لا ابدا انت ابني. وساق عليها تقريبا طوب الارض عشان تقول له الحقيقة، وهي رافضة تماما. فقال لها عشان اريحك تعالي نعمل تحليل الدي ان ايه. وفعلا عملوا تحليل الدي ان ايه وما طلعتش والدته، لان هي فعلا ما بتخلفش. وبعد ايام اسلام رجع محافظة القليوبية تاني، واتفاجئ بعزيزة جياله، افتكر ان هي ضميرها صحي وخلاص هتعترف له بالحقيقة وتقول له مين اهله. لكن الكارثة بقى اللي ما كانش متوقع لها، ان عزيزة بعد ما طلعت في شقته في الدور الرابع رمت نفسها من فوق، نزل جاري كانت لسه فيها الروح، نقلها على المستشفى وقعد يتحايل عليها تقول له هو ابن مين ومفيش اي فايدة. وكأننا بالضبط هنا عند مشهد فيلم العفاريت لما الكتعة كانت بتموت في المستشفى ورافضة تقول للمديحة كامل مين فيهم بنتها، او ما كانتش قادرة اصلا تقول لها مين. اسلام كانت كل ممرضة تدخل لعزيزة يقعد يقول لها والنبي قولي لها انا ابن مين، والنبي حد يخليها تقول الحقيقة. لكن للأسف عزيزة ماتت وسرها معاها وما قالتش الاسلام اي حاجة. واسلام دلوقتي بقى عنده 41 سنة وما يعرفش مين اهله. والغريبة في موضوع اسلام ان هو عمل 57 تحليل دي ان ايه مع 57 اسرة. كل اسرة كان بيروح يعمل معهم تحليل دي ان ايه كان بيفتكروا ان هم اهله، لان اسلام طلع في المواقع وفي الصحف سنة 2016، كل المواقع كانت بتحاول تبحث مع اسلام عن اسرته، لحد في 2018 تقريبا ظهرت اسرة الاسلام وليهم ابن في شبه كبير جدا من اسلام، وعملوا تحليل الدي ان ايه. ولما راحوا المستشفى عشان ياخدوا النتيجة كان اسلام معاه اخوه. وقتها الدكتور قال لهم ان التقرير المبدئي بيقول ان انت ابن الاسرة دي. اسلام كان خايف ومحبش يقتنع غير لما يشوف التقرير النهائي، لكن اخوه او الشاب اللي كان معاه اتصل جري باهله وقال لهم اسلام خلاص طلع ابننا. وطلعت الاسره اتكلمت في الصحف والمواقع ان هم لقوا اسلام ابنهم اللي مخطوف منهم من سنه 82 تقريبا او من سنه 84. لكن بعد 4 ايام لما النتيجه النهائيه طلعت، قال طلع اسلام مش ابنهم ولا حاجه، ورجع اسلام لنفس القاره من جديد يدور على اهله. دي كلها كانت مشكلة اسلام. احنا دلوقتي اي انسان في الدنيا عبارة عن مجموعة ورق، اول ما بيتولد بيكون ليه شهادة ميلاد، ولما بيدخل مدرسة وبيخلص بيكون معاه شهادات جامعية او شهادات مدرسية، ولما بيتجوز بيكون معاه قسيم الجواز، ده حتى لما بيموت بتطلع له شهادة وفاة. تخيل بقى حد عايش معنا في الدنيا معهوش ولا ورقة من الورق ده، كأنه ما اتولدش وكأنه ما جاش الدنيا أصلا. دي مشكلة إسلام اللي بنعرضها وبنحاول ندور فيها على حل، لو مش قانوني على الأقل يكون حل إنساني للأب ده وولاده التلاتة عشان يعيشوا حياة طبيعية وسوية. دي القصة بالكامل، وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة واشوفكم على خير.